الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على موفلوجز. فموفلوجز نزل هذا المقطع على قناته، وبهذا المقطع رغم انه هو شكر نارين بيوتي على وصوله لهذا الانجاز، ولكن نارين بيوتي كالعادة مردت عليهم وطنشتهم. فمن الواضح انه نارين بيوتي هي الزعلانة من موفلوجز، موفلوجز يحاول يصالحها وهي ما تقبل. اما بالنسبة للتهجم فالمقطع حاليا لو تدخلوا وتنزلوا على التعليقات راح تشوفون انه اغلب التعليقات انقلبت بالانجليزي، يريدون يجمدوا المشاهدات واللايكات ومكتوب عليها جيش نارين بيوتي. فالصراحة ما ادري، اكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بالموضوع، وشو رايكم هل هم يستحقون التهجم او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مارف. نور نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه إنه فريقه سوى له مفاجأة بمناسبة عيد ميلاده اللي صار من يومين، فراح ينزل مقطع باكر على هذا الموضوع، راح أحط لكم هذا الستوري شوفوا. يا جماعة ما بتوقع صار. شوفوا أنا كنت بعرف إنه راح يعملوا لي عيد ميلاد بهاليومين ثلاثة، لأنه مستحيل يفوتوا عيد ميلادي وما يسووا لي، بس ما توقعت بهالطريقة. فراح منتج لكم يا بكره راح ينزل على الساعه 4 بقناه الاساسيه، شيء خطير. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد اجواني. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يعلن بيه عن سفره، لانه راح يحضر لنا مفاجاه ناريه، وهم قال انه يوم السبت اللي هو باكر راح تنزل مفاجاه على قناته، راح احط لكم هذه الستوريات تشوفوها. الله يسعدكم يا رب ويسعد لي مساكم يا رب. يا جماعه انا محضر لشيء جديد، وانا حاليا مسافر، مشان هيك استنوا الجديد، استنوا الاغنيه، قلت لكم الاغنيه راح تكون نار. يوم السبت عندنا مفاجاه، ويوم السبت تعرفوا لوين مسافر انا، والله نولع الجو، بدنا نولع. الخبر الثالث اللي عدنا عن تسريب اغنيه نارين بيوتي الجديده. نارين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا البوست وهذا الستوري اللي سربت بيه شويه من الاغنيه، راح احط لكم اياها شوفوها. اكتبوا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم باللي سمعتوه، هل متحمسين او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني ودخوله للمستشفى. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات من داخل المستشفى. اما اللي سأل عن السبب فواحد من اقاربه مريض ويحتاج انه يسوي عمليه، فلهذا هو صار ليوم كامل منايم، ولكن الحمد لله حاليا هو تحسن. وبعد طلب من متابعينا انه يدعونا انه الله شافيه يا رب، فراح احطكم هذا الستوري وادعوا له يا حبايبي وراها. كبير انا عمره 65 سنه، منشان هيك يا جماعه العمليه اضطرينا نعمل له اياها، لانه ما ضل ما حد يحسن يمشي يعني الصراحه. منشان هيك الحمد لله اول شيء لانه عمره كبير حطوه بالعين ومشد، وانا ما بعرف هدول الشغلات، وكثير ارتعبت وكثير خفت عليه، بس الحمد لله هلا صار احسن بكثير والحمد لله رب العالمين. بدي منكم طلب صغير، الكل يدعي له دعوه، واللي بيعرف يقرا صوره ياسين يقرا له اياها. شكرا من جوا قلبي لكم كلياتكم. الخبر الخامس اللي عدنا عن وسام تيكت وقطع على اليوتيوب. اخر مقطع نزله على قناته كان من حوالي اسبوع، فاغلب المتابعين يقول ليش بده ينزل. وسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري لواحد من المتابعين يقول له ما راح تنزل شكلك مقطع باكر. يرد عليه وسام تيكت انه ياب ما راح يقدر ينزل لانه صاير عنده هواي مشاكل وظروف حاليا، والله يفرج عليك يا وسام، ومنتظرين العوده الخرافيه. وصلنا وصلنا لنهايه المقطع. طبعا حبايب التحدي اللي كان مال الكومنتات انتهى حاليا، لانه بدينا بمقطع جديد، ولكن هذا المقطع هالمره راح اقولها بالمقطع. اذا هذا المقطع وصل 100,000 كومنت راح تنزل صورتي باكر. وطبعا هذا التحدي مفتوح، يعني عدكم من الناس سنة كاملة تظلون تعلقون لحد ما يوصل 100,000 وراح تنزل صورتي ان شاء الله.